بسم الله الرحمن الرحيم. المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة. قائد ثورة 30/6 الذي نولاه ولولا القوات المسلحة ما نجحت هذه الثورة. كما نداعب الشرطة ورجالها على قيامهم بواجبهم تجاه الوطن، يفدون الوطن بأرواحهم الغالية. والآن الكلمة مع الأمين العام لجبهة مؤيد السيسي الحملة الرئيسية الشعبية الأستاذ بشير حمد. السلام عليكم جميعا. أستأذن الحضور في الوقوف لأحداث على أرواح شهداء الوطن. أرحب بمؤيدي السيسي اللي أنا شايفهم، وتحية خاصة وأسمع سقفة كبيرة لعيلة العرب كلها. وتمنياتنا بالشفاء للحاج عبد المنعم أبو دراع، ربنا يشفيه يا رب. النهارده احنا جايين نقول السيسي مش مرشح فئة معينة، لا هو مرشح تيار ديني ولا تيار سياسي ولا حزب سياسي. السيسي مرشح الشعب المصري كله. حملة السيسي هي حملة الشعب المصري كله. مشروع السيسي يا جماعة هو مشروع القومية العربية. مشروع السيسي هو مشروع القومية العربية. مشروع لحركة وطنية جامعة هدفها الأول حماية الدولة الوطنية المصرية. عشان كده مشروع السيسي هو حلمي وحلمكم وحلم كل مصري وعربي إن شاء الله. أشكركم جميعا، وهنسمع دلوقتي كلمة ترحيب من ابن من أبناء العرابة الأستاذ مصطفى حسين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لكم وعليكم. باسمي وباسم عائلة العرابة أتشرف بأن نرحب بالسادة الضيوف من حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشرفنا بالحضور السيد بشير حمد أمين عام الجبهة، والسيد الدكتور محمد أبو حامد، والسيد اللواء مصطفى كامل، والسيد المهندس محمد يونس، والأستاذ محمد أبو النصر من حملة تأييد السيد المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية. نحن هنا في هذا المكان وهو مقر اجتماع لعائلة العرابة، حيث يتشرف معنا بالحضور الكثير من عائلات ولاة الدكرور ومن شبابها ومن رجالها المخلصين. اجتمع الجميع لهدف واحد، لرجل واحد، وهو عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر. يتشرف الجميع الان بالحضور ليس دعما لشخص الفريق عبد الفتاح السيسي فقط، لانه ياتي ببرنامج جميعنا لم يطلع عليه حتى الان، ولكن ثقة الشعب المصري بهذا الرجل البطل الذي نجى مصر وحماها من منعطف كان التدخل فيه لم تخرج منه ابدا، ثقتهم فيه غالية، بانه كما قدم لهم يد العون والمساندة في اوقات الازمات والصعوبات كلهم واثقين فيه انه سيقدم لهم برنامجا سيخطو بمصر ان شاء الله الى خطى واسعه تكون فيها الامل باذن الله. الان ونحن في هذه الساحه التي يجتمع فيها جميع عائلاتي وكبراء ولاة الدكرور من عائلات الصعيد، حيث يشرفنا من عائله العرابه وقاموا على هذا الحفل
الحاج عبد المنعم ابو دقاع نسال الله له الشفاء، والحاج عبد الحي محمد سليمان، والحاج عبد التواب من كبار عائله العرابه. الشباب جميعا هنا لم يساند السيسي لمجرد السيسي كشخص، ولكنهم يروا في هذا الرجل انه هو رمز القوميه العربيه ورمز الهويه المصريه ورمز بقاء مصر دائمه مستمره. فجميعهم لا يتوانى كما حضر اليوم هذا الجمع العظيم الذي نفتخر به امام الناس جميعا ونفتخر به في مصر كلها، سيتوجه الجميع باصحابهم واهليهم الى صناديق الانتخابات التي سوف تنتج عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. فالجميع ها هنا حاضر وكله امل ان يسمع من الجبهة ما يثري صدورهم وما يطمئنهم عن برنامج السيسي، ومع أفراد الحملة تحدث معكم حول برنامج الفريق السيسي حتى تطمئن قلوبكم وحتى تسد صدوركم وتكونوا مطمئنين مقدمين بأمان الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ابناء المنطقه، صحفي محترم، صحفي جليل، مع الصحفي عبد الله هاشم ابن منطقه بولاق دبرور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الاخوه والاخوات الافاضل الكرام، شيوخ وشباب وفتيات بولاق دبرور، باسم عائلات العرابة وعائلة آرة طنوز في بولاق الدكرور، وامتدادها الواسع على مستوى محافظات سوهاج وقنا والأقصر ومناطق منشيت ناصر والجمالية ونجيب الريحاني والعمرانية ومدينة ناصر وستة أكتوبر وحلوان ودار السلام، وباسم كل عائلات محافظات سوهاج واسيوط والمنيا والاقصر واسوان، نرحب بالساده الحضور الكرام القائمين على حمله المشير عبد الفتاح السيسي مرشح رئاسه الجمهوريه، الذين اتوا الينا اليوم ليشاركونا في هذه الاحتفاليه. اما بعد، انه لمن دواء السرور والفرحه أنني أرى هذا الجمع، هذا الجمع الغفير الذي جاء متطوعا للمشاركة في هذا المؤتمر الشعبي الكبير أو الاحتفالية الكبرى، مؤيدين المشير محمد عبد الفتاح السيسي. الرجل الذي أنقذ هذا الشعب من نظام غاشم مستبد وقاد ثورة التصحيح بناء على تكليف من هذا الشعب. إن أبناء بولاق الدكرور وكل عائلات الصعيد وعلى رأسهم عائلة آل طلوس عاهدوا الله على أن يقفوا وراء هذا الرجل، لأنه ضحى بالكثير من أجل هذا الوطن ولم يتخلى عن نداء أبناء الوطن يوم 30 يونيو الماضي، وقدم مصلحة هذا الشعب على مصلحته الشخصية. وكان بإمكان هذا الرجل أن يعيش في رغد من العيش والجاه والسلطان في موقعه السابق إذا كان ولائه للنظام السابق، لكنه قدم ولاءه للشعب وعرض حياته ومستقبله للخطر بمجرد أن استجاب لنداء الشعب. ورغم ذلك لم تسنيه التهديدات عن التراجع عن موقفه، إيمانا منهم بأن الوطن فوق الجميع وإن مصر تمر بمرحلة خطيرة وصعبة تحتاج إلى من ينهض بها في هذا التوقيت بالذات. لقد استجاب المشير السيسي لنداء الشعب بشعوره بآلامه وأوجاعه التي عانى منها في الماضي، واليوم لا نرد له الجميل. عزيزة علينا ومتواجدة معنا هنا من أهل النوبة مع عميد عائلات النوبة الحاج حمدي سليمان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السادة الحضور، تحية طيبة وبعد، يسعدني أن أرحب بالسادة الأفاضل الضيوف الذين شرفونا الليلة، فأهلا وسهلا بحضوركم. كما يسعدني أن أشكر رجال أعمال العرابة الذين هيئوا لنا هذه المناسبة وهذا الجمع العظيم. يسرني أيضا أن أقدم لكم نبذة عن النوبة وعن أهل النوبة. تمتد حضارتهم عبر السنين من رمسيس الثاني ونفي الداري جميلة جميلات النوبة. قدمت النوبة تضحيات كثيرة جدا لمصر، وهي تهجير النوبة من أماكنهم لمشروع غسان أسوان، وتعلية مياه النيل، وأخيرا تهجير النوبة مرة أخرى لبناء السد العالي، ودي تضحيات عملوها أبناء النوبة لمصر. تقابلنا مع سعادة المشير عبد الفتاح السيسي ووعدنا بحل مشاكلنا بالنوبة، وهو رجل عظيم جدا جدا جدا. الراجل ده اتعامل معانا بمنتهى الطيابة ومنتهى التواضع، ويعني ما كناش متخيلين ان احنا هنبقى بهذا الشكل مع سعادة المشير عبد الفتاح السيسي. ونحن قبائل وعائلات النوبة نؤيد سعادة المشير عبد الفتاح السيسي. الذي أنقذ مصر في محنتها من الحاقدين والكارهين لمصر، فهو الرجل الحقيقي والبطل الحقيقي الذي سوف نستمر معاه وإلى الأمام دائما، ونحن وشعب مصر خلفكم إن شاء الله. الله يوفقكم ويثبت خطاكم من أجل هذا البلد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مع كلمة نائب رئيس حزب حماة مصر اللواء مصطفى كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر كل فرد حضر المؤتمر ده، إن هنا منطقة الرجال. أنا أول مرة أجي هنا، لكن أنا بشكركم جدا على الروح والرجولة اللي اتمثل فيكم فرد فرد. مرة ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد أن يكون أقرب الناس فليتقي الله، ومن أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب إلى شيء وعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. فالمشير عبد الفتاح السيسي لم يطلب شيء، ولكن الشعب هو اللي طلبه، والكل شافه في آخر يوم لما كان هنا العبادة العسكرية قد إيه كان متأثر، لأن هو مش داخل على حاجة كويسة، لا ده داخل على شغل جامد، داخل على مجهود جامد. وكلنا عارفين يا جماعة إن المشير السيسي راجل عسكري،
احنا كنا مع بعض في مدرسه الثانويه الجويه سنه 71، دخل الجيش وعنده 15 سنه ملوش ظهير سياسي. المشير السيسي يا جماعه ليه ربنا وانت. احنا لينا حق عنده زي ما واجبنا نكون جنبيه كلنا، واجبنا ان احنا نذكره ونكون مش اشرار، نكون بطانه صالحه ليه ونقول له يا سياده المشير نرجوك نرجوك اياك والبطانه الاشرار. البطانه الاشرار هم اللي هيدونا في داهيه. انت راجل والناس كلها حبتك، اعمل بنورد الله وعليك بالعدل. ونذكره بعمر بن العزيز رضي الله عنه لما ولاه المؤمنين خليفه عليهم، وقف باكين على المنبر فسالوه لما البكاء يا عمر؟ قال توليت اليوم امر الامه ويا ويلي من سؤال الفقير والمظلوم. النائب السابق والمسؤول السياسي لجبهة مؤيد السيسي الحملة الرئاسية الشعبية الدكتور محمد أبو حامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. بداية بيشرفنا جدا إن احنا في ولاية دكرور، بيشرفنا جدا إن احنا في ناهية اللي الجماعة الإرهابية كانت بتقول إنها خاضعة للإرهاب. فاحنا عايزين نقول كلنا بصوت عالي كده، يسقط يسقط الإرهاب. يسقط يسقط الإرهاب. الإرهابيين هيخوفوكم يا أهل ناهية؟ الإرهابيين هيقعدوكم في البيت يا أهل ناهية زي ما بيقولوا؟ أهل ناهية ومحافظة الجيزة مع مصر ولا مع الإرهاب؟ أهل ناهية ومحافظة الجيزة مع مصر ولا مع الإرهاب؟ الشعب ده هيخضعوا الإرهاب؟ الشعب ده بيخاف من الإرهابيين؟ أهم عمالين يعملوا مسيرات ويعملوا تفجيرات ويعملوا اللي يعملوه، وفي الآخر الشعب بيقول لهم يسقط يسقط الإرهاب. يسقط يسقط الإرهاب. لا رئيس إلا السيسي. لا رئيس إلا السيسي. لا رئيس إلا السيسي. الموضوع يا اخوانا ما هوش مجرد انتخابات رئاسية، الموضوع حرب اعلنها الارهابيين واعداء مصر على الدولة. حرب الجماعة الارهابية، جماعة الاخوان الارهابيين اعلنتها على مصر وعلى الدولة. المشير قال انه لما قال لخيرة الشاطر انه هينفذ ارادة الشعب وارادة المصريين، خيرة الشاطر شاور له كده، شاور له علامة مسدس يعني هنخوفكم، شاور له علامة مسدس يعني هنقتل المصريين، شاور له علامة مسدس يعني هنرهب المصريين. المشير عبد الفتاح السيسي قال له لا، الجيش المصري لن يخضع للإرهاب. وجثث الجيش المصري هتبقى قبل ما الشعب المصري يكون فريسة للإرهاب. الجماعة الإرهابية أعلنت الحرب على مصر وأعلنت الحرب على المصريين، والمعركة ما هيش مجرد معركة سياسية، المعركة معركة بقاء الدولة المصرية. وفي الحقيقة البطل الأساسي في المعركة دي هو أنتوا يا شعب مصر. لما نكون في ناهية ونكون في ولاية دكرور اللي كل شوية بتطلع فيها مسيرة للجماعة الإرهابية، ونلاقي العدد ده من الشباب والشيوخ والعائلات المصرية الشريفة بتقول للإرهابيين وبتقول للجماعة الإرهابية مصر لن تخضع للإرهاب. بتخوفونا عشان ما ننزلش نعمل مؤتمرات شعبية لدعم المشير، مصر لن تخضع للإرهاب. بتقولنا هتعملوا غزو لمصر من الجنوب ومن الغرب من ناحية ليبيا عشان الانتخابات الرئاسية ما تكملش، الشعب بيقول لكم مصر لن تخضع للإرهاب.
الشعب المصري ده المتدين بطبيعته، الشعب المصري اللي عارف ربنا من ايام اخناتون، اذكى واوعى واكثر ايمانا واحتراما للاديان من انكم تضحكوا عليه باسم الدين. الشعب هيقول لكم يسقط الارهاب ويسقط التجاره بالدين، ولن يكون لنا رئيس الا المشير عبد الفتاح السيسي. بشكركم جدا وبشكر اخواننا القائمين على المؤتمر، عائله العرابه عرابه ابيدوس، عرابه ابيدوس زي ما قال استاذنا بلد مينا، وانتوا عارفين المينا ايه؟ موحد القطرين. ها لعل يكون ده فعل حسن، ان شاء الله ربنا يرزقنا بالمشير عبد الفتاح السيسي موحد الامه المصريه بعد ما الاخوان المجرمين فرقوا الامه المصريه. كل واحد منكم فوق دماغنا من فوق، انتوا القوه الحقيقيه لاي حد، انتوا الدعامه الحقيقيه لاي حد. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله.